فلاحون تركمان طلبوا بإعادة ملكية أراضيهم التي استملكها النظام السابق، وقام بمنحها لمزارعين آخرين، مؤكدين خلال تجمع اليوم بأنهم ما زالوا ينتظرون ومنذ سنوات تفعيل قرارات هيئة النزاعات الملكية التي لم تفلح في إيجاد حل دائم لمشاكلهم، فيما طالب آخرون بتحرير أراضيهم التي ما زال يسيطر عليها تنظيم داعش في قرية بيشير. إعادة الملكيات إلى أصحابها الشرعيين والتي تم إطفاؤها والاستيلاء عليها من قبل النظام السابق بهدف تغيير ديموغرافية المنطقة. نطالب دولة رئيس الوزراء بتحرير أراضينا من دنس الدواعش، لأن احنا كل اعتمادنا على الفلاح، على الفلاحة، فما ندري ليش يعني هالإهمال على قرية بشير. فيما جدد الفلاحون التركمان المطالبة بصرف مستحقاتهم المالية التي في ذمة الحكومة عن بيع الحنطة والذرة للمواسم الماضية، مشيرين إلى عدم قدرتهم على الاستمرار بالزراعة إذ لم يستلموا مستحقاتهم. الفلاحين تعبوا ليه الساعة؟ أبو المالية يقول أنا صرفت الفلوس، أبو التجار يقول أنا ليه الساعة ما استلمت، ما ندري وين مستحقات الفلاحين. لحد الآن ذاك الموسم احنا مسوقين لحد هذا اليوم ما مستلمين فلوس شو اسمه الحنطة ولا الشيء. نواب تركمان قالوا أن رئاسة مجلس النواب عرقلت درج هذا الموضوع للتصويت، معلنين أن مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سوف يصوت عليه الأسبوع المقبل بعد تعديل بعض من فقراته. أنا أعتقد أن بعض الكتل تعرقل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة وتعمل على استمرار الظلم الذي وقع بحق المواطنين والمزارعين التركمان والكرد في محافظة كركوك الذي استولى النظام البائد على أراضيهم، ونتمنى من كل الكتل تفهم هذا الموضوع وخاصة رئاسة مجلس النواب التي عرقلت في الفترة الماضية درج هذا الموضوع للتصويت في جدول أعمال مجلس النواب. سرعان داودي، الحرة، كركوك.